بسم الله الرحمن الرحيم، برحب بحضراتكم في حلقه جديده من برنامج الزراعيه الان. كنت ابتديت معاكم حلقه امبارح واتكلمت فيها عن مشروع قرض البتلو واهميته، لانه ليه مردود كبير جدا على قطاع الثروه الحيوانيه، وايضا هو بيخلق فرص عمل داخل القطاع الزراعي. هذا المشروع النهارده بنتكلم على ميزانيه قربت من 8 مليار جنيه، ما يقرب من 8 مليار جنيه تم ضخها في هذه الميزانيه، وده بيعود بالنفع على هذا القطاع على الاقل بالاستقرار، وان يكون فيه يعني نسبه من المعروض من انتاج اللحوم الحمراء. ارتبط بده الخدمات البيطريه ودورها في الحفاظ على هذه الاستثمارات، وده كان ليه ايضا مردود ايجابي على المناخ العام لمواجهه الامراض. من الطبيعي ان انت تشوف في هذا القطاع دائما بعض المشاكل، لان انت بتتكلم على قطاع نابض، بتتكلم على كائن حي، الفلاح نفسه وهو بيشتغل بيقول لك انا بشتغل في حاجه فيها الروح. فاذا ما كانش في تطبيق شديد لكل معاملات الامان الحيوي وايضا الاهتمام بالمتابعه مع الطب البيطري، بتبقى في بعض المشاكل اللي تحدث، وايضا في بعض الامراض اللي بيحصل فيها تحور وقد تهاجم في بعض الاحيان، وبالتالي بيكون هنا في تدخل من الدوله من خلال الهيئه العامه للخدمات البيطريه وايضا الطبيب البيطري. بنوه عن ده لان في عدد كبير جدا من الرسائل بيجي لي على صفحه البرنامج، وفي ناس بتتصل على الهواء يقول لك هو المشروع توقف. انا رحت سالت وقالوا لا المشروع ده خلاص خلص. يا جماعه الإجراءات اتكلمنا فيها كتير جدا ووضحناها لحضراتكم وشرحناها، المشروع مستمر، وكان في ميزانية اتكلمت عنها امبارح تم اعتمادها جديدة لمشروع قرض البتلو. بيتم تقديم الطلبات على مستوى الجمهورية من خلال البنك الزراعي أو البنك الأهلي المصري أو من خلال إدارة الإنتاج الحيواني أو المربي نفسه، بيجي بنفسه لقطاع تنمية الثروة الحيوانية بوزارة الزراعة عشان يقدم الطلب، بياخد الإجراءات بتاعته اللي منها المعاينة علشان يشوف جدية لهذا المشروع، على الأقل يكون في مكان مناسب لتربية الماشية ويكون مناسب أيضا للعدد اللي انت مقدم عليه، ونبتدي ناخد إجراءاتنا كدولة علشان يتم صرف هذا القرض. طيب هو كل واحد بيقدم على قرض بياخد أو بيصرف القرض ده على حدة، ولا في إجراءات بتتم وبيتم اعتماد ميزانية أكتر من كذا مليون حسب الطلبات المقدمة؟ فمفيش حاجة اسمها القرض متوقف، في حاجة اسمها أنا أقدم الطلب وتابع إجراءاته علشان أستفيد. المربي اللي اشتغل وكسب وسدد، في ناس بتكلمني بيقول لي أنا خدت قرض البتلو ثلاث مرات وعايز أستفيد منه تاني. فأنت كمان من حقك كفلاح أو مربي أن أنت تستفيد بهذه الميزة علشان يبقى عندك مصدر دخل، وعلشان في نفس الوقت تخلق فرصة عمل ويبقى عندنا نتيجة لهذا المشروع. من ضمن الملفات أيضا ملف مهم جدا، ملفات تقنين الأراضي وتسليم 60,000 عقد تقنين وعرض تظلمات التسعير بالمحافظات على اللجنة العليا بالخدمات الحكومية. قررت لجنة استرداد أراضي الدولة عقد عدد من الاجتماعات بالمحافظات لدعم إجراءات التقنين والوقوف على معدلات الأداء بمكاتب التقنين بتلك المحافظات، والتعرف بشكل مباشر على المشاكل والصعوبات التي تواجهها وإيجاد حلول ناجزة لها، وأيضا التنسيق مع وزارة التنمية المحلية لمخاطبة المحافظات بضرورة رفع التظلمات المقدمة من طالب التقنين حول التسعير إلى اللجنة الرباعية العليا بهيئة الخدمات الحكومية لفحصها ودراسة مدى جديتها. أكد اللواء عبد الله عبد الغني رئيس الأمانة الفنية للجنة أن هذا القرار هدفه توحيد النظر في التظلمات على مستوى الجمهورية من خلال جهة محايدة، ورفع الحرج عن المحافظة في نظر تلك التظلمات وفي الوقت نفسه تطبيق توجيهات اللجنة بمراعاة البعد الاجتماعي، مشيرا إلى الدعم الكامل من اللجنة للمحافظات لسرعة إنجاز ملف التقنين. وأضاف أيضا أن عدد العقود التي تسلمها المواطنون بلغت 60,000 عقد، وهو معدل جيد، لكن اللجنة حريصة على زيادة نسب الإنجاز بشكل أكبر للانتهاء من هذا الملف، لافتا إلى وجود أكثر من 40,000 حالة جاهزة للتعاقد وتنتظر فقط سداد المواطنين لمقدمات التعاقد
أو البت في التظلمات. وأشار رئيس الأمانة الفنية للجنة أنه تم استرداد أو رفض تقنينها لتسليمها إلى هيئة الخدمات الحكومية لوضع جدول زمني لعرضها بالبيع في المزاد العنلي للمواطنين أو الشركات لسرعة استثمارها. ده فك اشتباك لملف بقاله سنين، ملف قديم. النهاردة لو جينا نتكلم على العدد، 60,000 عقد تم تسليمهم وفي 40,000 عقد جاهزين. الناس دي بقت عندها صق الأمان، الراجل ده عارف وضعه إيه، الراجل ده دلوقتي بقى متملك، بقى قاعد في مكان بتاعه، ما كانش عارف مستقبل بكرة أو ولاده في هذه الأراضي أو الوحدات. التموين أعلنت زيادة ضخ الأرز بالمجمعات، زيادة معدلات ضخ الأرز بالمجمعات الاستهلاكية بسعر 10.5 جنيه للكيلو. ده اللي كشفه تقرير لوزارة التموين والتجارة الداخلية عن زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض بالمجمعات الاستهلاكية ومنافذ الشركات التابعة بسعر 10.5 جنيه للكيلو الأبيض، وده على البطاقات بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها ما يقرب من 40,000 منفذ تمويني، ده بكل محافظات الجمهورية، واستمرار ضخ وطرح الأرز من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والميني ماركت بأسعار بتتراوح من 12 ل 15 جنيه للكيلو المعبأ، وأيضا بيتراوح سعر الكيلو السائب من 11 ل 12 جنيه. هتستمر إن شاء الله وزارة التموين والتجارة الداخلية في استلام الأرز الشعير من المزارعين حتى منتصف شهر ديسمبر المقبل في إطار حرص الوزارة على توفير الأرز وتأمين مخزون استراتيجي من كل السلع الأساسية تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية. وكان الدكتور علي مصرحي وزير التموين والتجارة الداخلية أكد على استمرار العمل بقرار منع تصدير الأرز الأبيض إلى خارج الجمهورية تلبية لاحتياجات المواطنين من الأرز والحفاظ على استقرار أسعار الأرز الأبيض بالأسواق. من المحاصيل الاستراتيجية فعلا، واللي عايز أقول إن إحنا بنحقق فيها يعني اكتفاء ذاتي. إحنا في 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 عندنا يعني معدل إنتاج مرتفع من الأراضي الزراعية، في أصناف جميلة بنقدر نتعامل معاها، في عندنا وفرة في الإنتاج. فهو العملية التنظيمية هي اللي بتمس هذا الملف بشكل أساسي. معايا مين يا سامح؟ أستاذ موسى منين؟ أستاذ موسى أهلا وسهلا بحضرتك. أنت كنت شكت امبارح على موضوع التجاوز القمح يعني. ايوه كلمتني قلت لي انا رحت وسالت وقالوا لي مفيش تقاول القمح. احنا تواصلنا مع وكيل الوزاره وادينا له رقمك، في حاجه تمت؟ اتصل هو امبارح بالليل واتصل بيه مدير الاداره ووكيل الوزاره. تمام. وقال تعالى مدير الاداره على النهارده الاداره الساعه، رحت قال مفيش النهارده، كلم الموظف المخزن قال تعالى يوم الثلاث هنعمل لك فدان ارشاد زراعي تجاوب ببلاش ويديك التجربه بتاعت الجامعه. جميل جدا. يعني انا بشكر السيد وكيل وزاره الزراعه تواصله معاك وخلى مدير الاداره الزراعيه يكلمك. رحت النهارده انا بقى علشان الصوت مش واضح، فقالوا لك تعالى يوم الثلاث علشان هننفذ عندك حقل ارشادي، انت قلت لي هم اربع فدادين صح؟ ايوه. والباقي هيدوا لك التقاوي بتاعته. ايوه. مشكلتك اتحلت. اتحلت. كنت امبارح بتقول لي ايوه انت امبارح كنت بتقول لي مفيش التقاول اللي بتتكلموا عنها دي ومش لاقيينها. الراجل قال يعني يوم الثلاث كنت اتصل بينا وانا باذن الله، وانا برضه هتابع معاك وان شاء الله يبقى موسم ناجح. عايز اي حاجه تانية؟ شكرا يا ريس، فاكر شاكينا في دارك، ونشكر وكيل الوزاره ومدير الاداره. وانا بشكر السيد وكيل وزاره الزراعه بمحافظه اسيوط. في استعداد شامل وكامل في مصر وفي العالم علشان قمة المناخ اللي بتحتضنها أرض مصر. وزيرة البيئة والتعاون الدولي بتتابع الاستعدادات لمؤتمر المناخ كوب 27. استقبلت الدكتورة رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، حيث شهد الاجتماع بحث آخر استعدادات العمل المشترك في إطار مؤتمر المناخ المقرر أن تستضيف مصر بمدينة شرم الشيخ الشهر المقبل، والذي سيشهد الإعلان عن تفاصيل المشروعات المطروحة
ضمن المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي، فضلا عن استعدادات إطلاق دليل شرم الشيخ للتمويل العادل، وكذلك الإعلان عن الشركات الناشئة العاملة في مجال تكنولوجيا المناخ. وخلال اللقاء تم بحث آخر مستجدات المفاوضات مع شركاء التنمية متعدد الأطراف والثنائيين والتحالفات الدولية المعنية بتمويل المناخ بشأن المشاركة في تمويل المنصة الوطنية لمشروعات المناخية التي تم إطلاقها في يوليو الماضي بالتنسيق مع وزارتي التعاون الدولي والبيئة والجهات الوطنية الأخرى وشركاء التنمية في ضوء تكليفات رئيس مجلس الوزراء بالتنسيق بين الوزارتين للترويج لقائمة المشروعات الخضراء. وتأتي المنصة الوطنية للمشروعات الخضراء برنامج نوفي تحت مظلة الاستراتيجية الوطنية للتغيرات المناخية 2050 التي أطلقتها مصر العام الجاري، وأيضا المساهمات المحددة وطنيا بهدف دعم جهود الدولة لتحفيز التحول الأخضر وزيادة التمويلات التنموية والدعم الفني وحشد استثمارات القطاع الخاص لتنفيذ قائمة المشروعات المدرجة ضمن البرنامج. من ضمن الملفات المهمة جدا اللي مصر ابتدت تطبقها وتاخد فيها خطوات التحول إلى الاقتصاد الأخضر، ووضع ميزانية واضحة لهذا الملف. التحول إلى الاقتصاد الأخضر يعني من شأنه فعلا إن هو يوجه أنظار العالم إلى مصر. أنت بتتكلم على استغلال الموارد المتجددة، الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، بتتكلم على تحلية مياه البحار، معالجة مياه الصرف الزراعي ومعالجة مياه الصرف الصحي، التنوع في اللون الأخضر ما بين الأشجار الخشبية والمحاصيل الزراعية المختلفة، إن أنت النهاردة تقلل من جميع عوامل الانبعاثات المؤثرة على البيئة، وإن يكون اقتصادك بيعمل بكفاءة. فده تحدي كبير جدا بيواجه القطاع الزراعي على مستوى العالم مش في مصر بس، لكن التوسع في المشروعات الزراعية اللي احنا شايفينها النهاردة هي عامل أساسي لنجاح الدولة في التحول إلى الاقتصاد الأخضر. معايا سعد من الجيزة، اتفضل أستاذ سعد. سعد محمد من الجيزة يا دكتور. أستاذ محمد ازيك يا باشا؟ أهلا وسهلا بحضرتك. ازيك يا أستاذ أسامة؟ ازي حالك؟ أهلا بيك، اتفضل. أنا كنت جايب كارد بتاع بتيلو من البنك. تمام. وسديته ورحت أجيب، قال لك نوقف شوية، وقال فيه لمؤاخذة بهايم حلابة. فروحت أقدم، قال لي ده لسه شوية، الفرع بتاع الجيزة بتاعنا. جبت وسديته، جبت على المول وسديته. أنا بكلم سيادتك طوال. تمام، سامعك أنا. فماشي. طيب. الكارد ده ماشي ولا وقف ولا؟ ده تقصير شديد جدا من اللي قالك هذه الجمل. اولا القرض ما وقفش، القرض ده امبارح انا قريت خبر هجيبه لحضرتك دلوقتي، اعتماد الميزانية جديدة لقرض البتلو وصرفها، يعني ده امبارح. هو انت لما حضرتك قدمت على القرض تمام بيقول لك تعالى بكرة الصبح خده، ولا في اجراءات بيعملها؟ لا ده اجراءات بتتم يا عم، اجراءات بتتم. الورق غاب 50 يوم ورجع جدولي. حلو. وقال لك تعالى اصرف. مش مش مش, مش بيقول لك انت لوحدك على فكره، بتطلع ميزانيه فيها مثلا 5 مليون جنيه مثلا، يعني فيها أيوة اسمك أيوة. واسم واحد تاني واسماء. صح كده. فحته صح ان القرض موقوف دي صح مش صح. انت حضرتك تروح تقدم الطلب بتاعك، الطلب هياخد اجراءاته، يعني مش الدور ده، هياخد اجراءاته وتصرف القرض. لقيت ان هم عندهم مشكلة، الموظف ما بيتواصلش معاك بطريقة جيدة، انت في الجيزة، تعال قدم الطلب عند الدكتور طارق سليمان في قطاع تنمية الثروة الحيوانية في وزارة الزراعة. تمام؟ ماشي يا باشا، بشكر حضرتك. يعني انا معايا خبر عايز اقوله، وده كان معايا في الحلقة امبارح. وزير الزراعة بيوافق على صرف وتمويل 234 مليون جنيه لمشروع البتلو في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة امبارح، 234 مليون جنيه. فكلمة أصل القرض موقوف، أصل استنى شوية، دي يعني بتبقى ردود غير دقيقة من الموظف اللي موجود. وإحنا عندنا كذا طريقة نوصل بها صوتكم،
234 مليون جنيه للمشروع القومي للبتلو في إطار المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وده اللي وافق عليه السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي على اعتماد مبلغ 234 مليون لعدد 471 مستفيد من صغار المربيين وشباب الخريجين بإجمالي عدد رؤوس ماشية 8158 رأس الإجمالي. يعني أنا لما جيت اتكلمت عن الرقم ما قلتش ال 234 مليون دول طالعين لشخص، لا دول طالعين ل 471 مستفيد. ما قلتش تعالى يا محمد اصرف، تعالى يا حسين، تعالى ما حدش لا ده في كشف، في اسماء وميزانيه بيتم اعتمادها. استاذ حسين من الاقصر اتفضل. مساء الفل يا استاذ سامح. اهلا وسهلا بيك. ازي حضرتك وقناه مصر الزراعيه منورين. بسم الله ما شاء الله عليكم. ربنا يكرمك يا عم حسين. في طبعا اول حاجه مبارك الشكر جدا جدا بالاهتمام بمزروع القمح. العفو. في اهتمام جدا من الدوله ومن حضراتكم، وعلى فكره من الفلاح نفسه بيجي عنده وعي بسبب قناه مصر الزراعيه. الحمد لله. ومن ضمنهم انا طبعا ما اقدرش انكر. ربنا يوفقك يا حاج حسين، الفلاح علم الدنيا الزراعه يعني. الله يبارك لك، الله يبارك لك. انا دخلت مع حضرتك يمكن اكثر من مره على اتصال، وخدت حاجات استفدت بيها، وبعت حضرتك وكيل وزاره الزراعه قبل كده ليا انت، وبعت لي حاجات يعني بعت لك على الواتس برضه، يعني رديت عليا فيها حضرتك. فانا حبيت اشكر البرنامج، لان حاليا انا شفت الاستاذ موسى من اسيوط تقريبا ان في عجز او في نقص كان عنده في الجمعيه بتاعته. مباشره امبارح شفت حلقتك مع الدكتور رضا على ما اعتقد تقريبا وكيل وزاره الزراعه في اسيوط، مباشره ثاني يوم لقيت استجابه اهو، انا قاعد هنا اهو، انا شفت حلقه امبارح وادي انتبهت حلقه النهارده. ثاني حاجه ان في بعض حاجات بسيطه يا ريت نتلاشاها، بس ممكن يعني زي حضر اتفضل حضرتك الحاجات البسيطة اللي عايز تتكلم عنها ايه؟ أول حاجة في أنواع عندي، أنا عندي في الأقصر مفيش جميز 11 دي نهائي صعبة عندي، مع إنها نازلة لي أنا مصر العليا، عندي نازلة من برنامجكم ومصر الزراعية وعلى التعليقات وعلى صفحة حضرتك جميز 11. المنتج ده إن ناس عندي جربت السنة اللي فاتت واللي قبلها، بسم الله ما شاء الله إنتاجه غزير وإنتاجه ما شاء الله بيعدي 24 أردب في الأراضي الوسط والجيدة. دورت عليه حضرتك ما لقيتش، لولا ما ناس يعزوا عليا حضرتك بعتوا لي جابوا لي من الجيزه. طب ازاي يتوافر في الجيزه وهو بيربي صدى هناك وهنا مش موجود؟ وبعد كده جايبين لنا مصر ثلاثه حضرتك، مصر ثلاثه ممتاز جدا، بس احنا في اقتناع عند حضرتك في المزارع او الفلاح. هنا برضو الكلمه اللي انت بتقولها دي مهمه قوي، كويس انت قلتها، في اقتناع عند المزارع. انت زي ما اقتنعت بالصنف جميزه 11 اللي الدولة وفرته، الدولة النهاردة وفرت لك كمان بدايل. خلي بالك احنا علشان نحافظ على هذه الأصناف الصنف اللي هو القوي لازم توفر لي عدد من الأصناف الأخرى علشان لا قدر الله لو جات إصابة تكون محدودة ما تنتشرش في هذا الصنف نفسه. هو انا ما عنديش استسامح، انا عندي الجنوب الصعيد ما عنديش إصابات بالصدى، ده كل اكتر حاجة بتكون في المناطق الوجه البحر. طيب بص انت الاصناف الموصى بها عندك السنه دي واللي موجوده مصر واحد، مصر ثلاثه، مصر واحد، مصر ثلاثه، مصر اربعه، مصر اربعه، جميزه 11 والجيزه 171، ده كله من برنامج حضرتك ومن صفحه وساخه 95 وساخه 95 وست 12 وبني سويف 7، كل ده مسموح لك بيه عندك في الاقصر. اللي نازل عندي انا حاليا في وعايز اقول لك على حاجه ثانيه بقى. اتفضل. الدكتور موريس بديع من علماء مركز البحوث الزراعيه. تمام ما شاء الله. وانت بتكلمني دلوقتي الراجل بيكتب لي على الواتس، معالي الدكتور موريس بيكتب لي كل الاصناف اللي انت قلتها وبيرد عليك، فانا عايز اسالك يا دكتور موريس، هو بيقول لي جميزه 11 مش موجود عنده في الاقصر، والراجل ده بيحب الصنف ده او جاب نتيجه عنده. ليه مش موجود؟ فانا عايز اقول لك برضو يا حاج حسين، الاصناف اللي موجوده نفس الانتاجيه نفس الخصائص، اي حاجه تابعه لمركز البحوث الزراعيه او الاداره المركزيه للانتاج التقاوي ومعتمده موجوده في الشكاره دي تطمن وانت بتزرعها. مش عاوز تنوع يا تسامح، انا عاوز تنوع بحيث اني عندي زي ما انت حضرتك بتقول انا ما اروحش اكبر مركز كامل عندي في. طب التنوع اهو ده انت نفسك قايل 10 اصناف دلوقتي، وبعدين الدكتور موريس بيقول لك مصر ثلاثة بس حضرتك باذن كل المركز. لا 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 انا هتواصل مع رئيس الحملة القومية عندك في الأقصر
تمام؟ مصر ثلاثة اللي موجودة عندنا. مين؟ مصر ثلاثة. لا لا هنتواصل معاهم وبلغك كل الأصناف، لأن الدكتور موريس دلوقتي. أنا عن نفسي جبت جميز 11. ولو أنت خلاص جبت. جبت جميز 11، أنا الأول كنت حاضرك قبل مصر الزراعية وقبل الثقافة بتاعتنا والموروث الشعبي القديم، إني أنا عندي تجاوي من السنة اللي فاتت أزرع. خلاص بقيت إنتاجية ضعيفة، إنتاجية لما جربت جيزة 171 خدتها من حضرتك من 3 سنين، بسم الله ما شاء الله الناس قالت لي انت بتجيب ده ازاي؟ السنه دي والسنه اللي فاتت بقوا عيال عمي وجيراني والفلاحين اللي جنبي كله ماشي يا مصر ثلاثه مصر اثنين جميز 11 والاغلبيه كانت جميز 11. تمام. بشكر حضرتك شكرا جزيلا، وبشكر الدكتور موريس بديع على اهتمامه بمصلحه الفلاح وخدمته من خلال العلم. حاج حمدي من الغربيه اتفضل. ازيك يا فندم؟ حاج عبده اهلا وسهلا. ايوه يا فندم ازيك يا اسامه؟ اهلا وسهلا بحضرتك. احنا بنتشرف بحضرتك والله يا فندم، شرف ليا. متشكرين كرم كبير ان انت حضرتك بتتواصل مع الفلاح يا فندم. ده شرف ليا، ده شغلنا واحنا تحت امرك، اتفضل. الله يديك الصحه ويبارك لك يا رب. امين. حضرتك بالنسبه للقطن يا فندم، احنا عندنا زارعينه هنا ما حدش بيقول له انت من مين. يعني متلقى عندنا في البيت، معلش مش عارفين له اسعار لحد دلوقتي. مفيش مزادات اتعملت عندكم؟ ما فيش والله يا فندم مزادات، والناس معلش انت عارف يعني ان الفلاح ما بيصدق ان الموسم يخلص علشان ان هو يعني ايه. طيب خليك معايا ما تقفلش لو سمحت، عايزين نكلم وكيل وزاره الزراعه في الغربيه دلوقتي يا جماعه. نكلم وكيل وزاره الزراعه في الغربيه. سامح والنبي سامح بالموضوع ده. الناس خليك معايا عشان انا هتكلم معاك شويه. انت دلوقتي عندك كام فدان؟ يعني انا عندي بالنسبه لي انا عندي فدان بس، في اخواتي واولاد عمي يعني عندنا حبس كامل زارع. طب هو الفدان شويه مش انت راجل اشتغلت وتعبت وصرفت عليه؟ أيوة والله، وخد مصاريف بالهبل والله يا عم سامح. والناس يعني السنه دي بتقول الدوله مش واقفه معانا، ما قدرناش نزرعه السنه الجايه. وانا اقول لك الدوله على حاجة. الدوله بتقول في اول السنه الاسعار والدنيا والدين، وبنيجي اما نزرعه ومحدش بيهتم بينا. انا عايز اسالك سؤال بقى. ده برضك يعني حاجه برضك عم سامح. حاج عبده دمرني. انت عرفت القمح هيتباع بكام السنه الجايه؟ والله احنا سامعين 1200. يعني في سعر اتعلن، في سعر. أيوة. تم الاعلان. أيوة عنه. وفي والذره برضو الدوله اشتريتها من الفلاح السنه دي. فول الصويا. أيوة كل المحاصيل دلوقتي الحمد لله بقت زراعه تعاقديه. القطن. أيوة بقى هو حضرتك احنا متابعين مع حضرتك. القطن بقى ايه قصه القطن عشان انت تبقى عارف اللي بيتم؟ القطن دلوقتي مزاد. انا هشوف المزارع. احنا بنتكلم بقول لك انت تروحوا بيه البنك عند بنك الاهلي اللي في محافظه قطور اللي في مركز قطور وتعرفوا بيه، ويمكن يتعمل مزاد ويمكن ما يتعملش. هو انت دلوقتي في الغربيه مش في ال انت أيوة في هو انت في مركز ايه في الغربيه؟ مركز قطور. انت من قطور احسن ناس. انت الاحسن يا حبيب قلبي. اسمعني بقى علشان ايه نستفيد دلوقتي. في حاجه اسمها مزاد، هقول لك اقرب مركز تجميع ليك فين تروح تسلم فيه القطن. هيبلغوك بعديها بكام يوم، يقولوا لك المزاد يوم الفلاني بيتعمل مزاد طبقا للسعر العالمي، بيبقى الشركات موجوده وممثل من وزاره الزراعه والتجاره وممثلين من وزاره الصناعه موجودين في المزاد ده عشان يتابعوا الاجراءات القانونيه. بدانا المزاد بالسعر العالمي، كل شركه بتقول السعر اللي شايفاه مناسب ليها لغايه لما بيرسوا على السعر النهائي يتباع القطن تاخد فلوسك. ده اللي بيتم. حصل المزادات في محافظات كتير جدا والنظام ده من السنه اللي فاتت. هشوف لك اقرب مركز تجميع فين واقوله لحضرتك. الله يبارك لك يا عم سامح. تمام كده، وجزاك الله خيرا يا رب. ربنا يوفقك. امين. عايزين لو سمحت نكلم وكيل وزاره الزراعه في الغربيه. انا معايا الدكتور خالد ابو شادي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الغربيه. ازي حضرتك يا دكتور خالد؟ اهلا اهلا بيك يا سامح بيه. والله انا بشكرك على تواصلك معانا وعلى خدمتك للناس، وما بتتاخرش عن حد فعلا، بشكرك. لا انا تحت امركم وتحت امر اهالينا المزارعين. ربنا يعزك. ربنا يعزك. هو القطن كان اخباره ايه السنه دي عندكم؟ الحمد لله القطن كان الموسم كويس جدا، وكان عندنا صنفين مزروعين الاكسار اللي هو 97 وال 94 بمركز المحله، وكان عندنا 17281 في السنه دي. 17000 فدان عن السنه اللي فاتت 5000 فدان. تمام. المزادات ابتدت؟ احنا عملنا دي رابع رساله تطلع. رابع رساله تطلع شغالين. الاسعار كانت بتتراوح بين كام وكام في عندكم في الغربيه؟ الاسعار اخر حاجه امبارح 4070 جنيه. 4070 جنيه.
بالنسبه للقطن بتاع جيزه 94 و 3970 للقطن اللي هو 97. تمام. طيب قطور اخبارها ايه؟ كان لسه الحاج عبده بيكلمني من قطور، فيها مراكز تجميع ولا يودي القطن بتاعه فين؟ قطور فيها مركز تجميع حضرتك، مجمع المساحه كلها وموجود قدام امام البنك الاهلي. هو لسه قال كده، امام البنك الاهلي. يروح يسلم القطن بتاعه ويسلم القطن بتاعه والرساله اللي موجوده بتتشال النهارده والمجمع خالي. تمام كويس جدا. سؤال بقى اخير عن استعداداتك للموسم الشتوي، اخباره ايه بالنسبه؟ الحمد لله احنا مستعدين تماما، ووفرنا التاه وبتاع القمح لجميع المزارعين من الاصناف اللي موصى بيها طبقا للخريطه الصنفيه المقترحه من وزاره الزراعه ومركز البحوث الزراعيه، وعلى استعداد تام دلوقتي ان احنا نقوم بعمليه التصدير بالنسبه للقمح، التسويه بالليزر والتصدير وتنفيذ الزراعه على مصاطب. وطبعا بدانا نتعاون مع قطاع الزراعه الاليه في المحافظه، وجمعنا 24 سطاره موجودين داخل المحافظه سلم للجمعيات التعاونيه الزراعيه، وهيبقى مسؤول عنها اعضاء مجلس الاداره بحيث ان هم يوجهوها لاهالينا المزارعين. ان كانت الجمعيه فيها جرار والسطاره هناخدها من قطاع الزراعه الاليه ب 50 جنيه بالنسبه للفدان. لو السطاره هتيجي بالجرار بتاعها من قطاع الزراعه الاليه، الفدان هيتم تصديره ب 180 جنيه للفدان. وطبعا احنا عارفين ان الزراعه بالتصدير دي بتوفر كميه كبيره من التقاوي، بتوفر جزء كويس، وطبعا بتوزع التقاوي توزيع متجانس، وبندي الكثافه المطلوبه بالنسبه للحقل، الكثافه النباتيه المطلوبه، عشان ان شاء الله نحقق اعلى انتاجيه وتبقى الانتاجيه عاليه وتبقى الدنيا كويسه والعائد يبقى مجزي بالنسبه للمزارعين ان شاء الله. بشكر حضرتك دكتور خالد ابو شادي وكيل وزاره الزراعه بمحافظه الغربيه. هي في نقطه هنا عايز اعقب عليها، الحاج عبده قال لي هم قالوا لي خد وديه عند البنك الاهلي وهتقف بيه هناك. تمام، مركز التجميع يا حاج عبده هناك، هتروح تسلم القطن بتاعك وتروح بيتك، يبلغوك بالمزاد وباجراءاته وكل اللي بيتم قانوني، والدوله بتراقب ده وبتتابعه عشان تاخد فلوسك. هتروح تقف بالقطن هناك دي اكيد يعني قالها لك السمسار، قالها لك واحد تاجر عايزك تديله القطن وبعدين ربنا يسهل. حافظ على حقك، من حقك ان انت تحقق هامش ربح او تكسب. بعد الفاصل هيكون معايا الدكتور طارق عبد العليم باحث بالمعمل المركزي للمبيدات، هنتكلم عن المبيدات ودور المعمل وكافة المعاملات الخاصة باستخدام المبيدات الاستخدام الآمن بعد الفاصل.